خلونا نعرف تفاصيل هذه القرارات الجديده. دكتور ابراهيم العشماوي مساعد اول وزير التموين، دكتور مساء الخير، انت حضرتك كنت حاضر هذا الاجتماع، يعني ماذا يعني؟ هل احنا بنتكلم عن تسعير استرشادي ولا بنتكلم عن اعلان للاسعار؟ لا خليني بس اوضح، انا ما كنتش حاظر هذا الاجتماع لظروف خاصه، انما على علم تام بما دار خلال هذا الاجتماع، وهذا الاجتماع بيحدث بصفة دورية، وكان في اجتماع أيضا بالأمس، وهذه الاجتماعات الدورية بتبقى بتتعلق بإما التأكد من المخزون الاستراتيجي، لأن هناك فائض يصل إلى 6 شهور ويتعدى هذا الأمر كمخزون استراتيجي للسلع الأساسية، هذا واحد. ثانيا توافر هذه السلع على مستوى الجمهورية. ثالثا فيما يتعلق بالأسعار، وحضرتك ذكرتي النهاردة فيما ذكر فيما يتعلق بعدم الإفصاح عن سعر السلعة أو المنتج، والحقيقة كان هناك أكثر من توجيه من وزير التموين والتجارة الداخلية بأن تكتب الأسعار إما على السلعة إن سمح بهذا، أو تكتب على الأرفف التي تحمل هذه السلعة، فبالتالي هناك وجوبية في وجود السعر على السلعة، وده حق من حقوق المستهلك ان السلعة دي خصائصها ايه، التسعير بتاعها ايه، عشان اقدر اعمل مفاضلة ما بين هذه السلعة وبدائلها. النهاردة الحقيقة دولة رئيس الوزراء شدد على امر مهم جدا، وهو ان الدولة لها انياب ولها اذرع من حديد، وستتدخل بالضرب بيد من حديد على المتاجرين بأقوات الشعب ومن يحبسون هذه السلع أو يغالوا في هذه الأسعار. وهناك فترة انتقالية أنا بسميها فترة توفيق أوضاع، لكي يعني يتعظ التاجر إلا ولن يكون هناك رحمة في أن نترك الأمور على عوائمها. طيب أرجع تاني أسأل، إحنا بنتكلم هنا على إعلان السعر ولا عن تسعير استرشادي؟ لا شوفي هقول لحضرتك، في اكثر من اداه واليه، ولكن ما تم الحديث بشانه اليوم كان يتعلق باظهار السعر على السلعه او على الرف، وهذا توجيه الحقيقه شديد اللهجه، ان على التجار ان يلتزموا بالاعلان عن الاسعار على هذه طيب السلع. ما هو هيعلن عن السعر، هيعلن عن السعر المبالغ فيه من وجهه نظر، هو من وجهه نظر وده غير مبالغ فيه، من وجهه نظر الحكومه ده مبالغ فيه، وجهه نظر المواطن اكيد مبالغ فيه، ولكن هو هيعلن عن السعر، هنا ايه الاليه بقى؟ خلي بال حضرتك، لو انا تحدثت عن الارز فهناك سعر استرشادي تم التوافق عليه اللي هو من 12 ل 15 جنيه سواء السائب او المعبأ، سواء قصير الحبه طويل الحبه عريض الحبه، فالنهارده بقى عندك اسعار استرشاديه لبعض السلع الاساسيه التي تهم المواطن، وزي ما قلنا وهناك يعني اتفاق حتى الرز اللي هو 3% كسر وافق على ان يكون ب 18 جنيه، فلو هناك تعدي لهذه الاسعار، وانا بتكلم على سلعه اصبحت سلعه استراتيجيه على كافه موائد المصريين، فلو هناك تعدي على هذا السعر هيكون هناك وقفه ويتم غلق هذا المتجر ويتم بيع السلعه الى المستهلك بالسعر الذي تم الاعلان عنه كسعر استرشادي. طيب ده بالنسبه للرز، انا بتكلم على باقي السلع، هل احنا هنضع اسعار استرشاديه لكل السلع في مصر؟ وبالتالي لو التاجر حط سعر مغالى فيه هقفل له الدكان بتاعه او الكشك بتاعه او البقال بتاعه؟ انا هقول لحضرتك حاجه، يعني ما حدثش ان هناك دوله على مستوى العالم مستحيل وضعت اسعار استرشاديه او سقف او كابينج على السعر لكل السلع، ده لم يحدث، انما تتدخل الدوله في بعض السلع الاستراتيجيه والاساسيه ان هي تضع يعني زي ما بنقول اسعار استرشاديه او كابينج. هتلاقي مثلا المانيا لجأت الى ان هي عملت كوتا او عملت سقف على عدد مشتريات معين من السلع، هذا لم يحدث في مصر بسبب وجود وفره وبسبب وجود احتياطي استراتيجي تناور به الدوله. في حاجه اخرى كمان، هو تفعيل اليه البورصه المصريه للسلع، وده هذا حدث في القمح وبدأ تداول، يعني احنا
عملنا 4 جلسات لتداول القمح، وبالتالي استقرت الأسعار فيما يتعلق بالدقيق في السوق. لما تبصي على المطاحن اللي هي دخلت كمشتري، وهيئة السلع اللي هي دخلت كبائع، وحصل بيدنج على هذا الأمر واستقرت الأسعار. فقد يكون هناك استخدام خلال الفترة القادمة لآلية البورصة المصرية للسلع. طيب. أنا هرجع تاني برضو للسلع عشان التجار والناس اللي بيتفرجوا علينا. إذن الدولة بتقول للتجار لازم تعلن عن سعر السلعة اللي انت بتبيعها، تحط على الرف كده انه ال whatever، اللوبيا دي بكذا، ده بكذا، الرز بكذا، السكر بكذا، البتاع بكذا، هو ده. هل في مارج يعني هنا؟ هل في سلع، هل في اسعار استرشاديه، ولا هو ممكن يحط السعر اللي هو عايزه؟ لا، ما فيش لغايه دلوقتي اي نوع من الاسعار الاسترشاديه الا فيما يتعلق بالقرص. هل ستتجه الحكومه لوضع اسعار استرشاديه في بعض السلع الاساسيه؟ هذا امر وارد. يعني مثلا عايز اقول لك السكر مثلا، يعني اذكر لك السكر خلاص واصل ل 20 جنيه. هل بتفكروا في السكر مثلا ان انتوا تضعوا سعر استرشادي؟ هقول لحضرتك حاجه يا استاذه لميس، يعني انت هتخشي في فيشس سيركل او في دايره مفرغه طبعًا. لو انت ابتديتي تتعاطي مع كل سلع على حده بنفس النهجه وبنفس صحيح المنهجية. انا متفقه معاك تماما. وهنخش في دايره الرز اللي هي حطينا سعر فالرز اختفى فرجعنا حصل يعني انت عارف حضرتك احنا اللعبه عامله ازاي. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني واضح تماما ان هناك يعني بعض التجار التي او الذين يتلاعبوا باقوات الشعب في بعض السلع الاستراتيجيه، وهنا يجب ان يكون للحكومه تدخل قوي. وهذا ما حدث في سلعه الدقيق، وهذا ما حدث في سلعه الارز. انما باقي السلع انا اتصور ان يترك الامر للعرض والطلب. صح. وانا باتصور ان يعني لديك من الادوات لضبط إيقاع العرض والطلب في السوق في سلع أخرى، إنما الأساسي في هذا الأمر هو أن يتم الإعلان عن أسعار السلع كافة، ما بتكلمش على سلع غذائية، كل حاجة يعني كل حاجة بتكلم على سلع وخدمات. طيب. يجب الإعلان عنها. حضر البيان أيضا أو بيان المجلس الوزراء بيقول إنه في مهلة محددة، إيه هي بقى المهلة المحددة دي؟ المهله اللي هو ان على الجميع ان يتوافق بالسعر الاسترشادي مثلا لسلعه زي الرز. ايوه قد ايه قد ايه وقت المهله؟ لا لم 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 يتم الاعلان بعد عن هذه المهله، وسيتم الاعلان عنها قريبا. يعني زي ما بنقول انت حضرتك مش عايزه تدي مهله الا بعد ما انك تقعدي مع التجار وتتوافقي معاهم وتستمعي اليهم، والحقيقه الاشياء دي لا تاخذ وقت. يعني انت عارفه حضرتك هناك حوار مفتوح مع الاتحاد العام للغرف التجاريه والشعب المختلفه داخل الاتحاد، وبعدها سيتم الاعلان عن هذه الفتره الانتقاليه او هذه المهله، ثم سيكون هناك يعني نوع من الردع لمن يخالف هذا الامر فيما يتعلق بالسعر الاسترشادي او الاسعار الاسترشاديه في السلع الاستراتيجيه. طيب هل السعر هنا ممكن يبقى مرن؟ يعني مع تغير سعر الصرف، احنا عندنا مرونة في سعر الصرف، فممكن سعر الصرف يتغير في اي وقت من الاوقات، او يعني يبقى في تغير في سعر الصرف. انت هل في مرونة؟ يعني هنا بقى حطينا ده بكذا، بعد اسبوع ولا اسبوعين حصل تغير، هل في مرونة هنتكلم فيها مع بعض ولا ايه؟ لو هناك مدخلات لهذا المنتج والمدخلات دي فيها مدخل دولاري، فبالطبع هيكون هناك مراجعة لهذه الأسعار الاسترشادية. أنت حصل عند حضرتك تضخم، وأصبح التضخم قارب 20% 21%. مش كده؟ فبالتالي بينظر إلى هذا الأمر. ما أنت ما تقدريش حضرتك أنك أنت تنظري إلى الأمر بتجرد، إنما يجب عليك أن تأخذي في الاعتبار مؤشرات أخرى وعمال أخرى زي سعر الصرف، زي التضخم، زي توافر العملة وخلافه. فبالتالي نحن لسنا بمنأى عن المؤشرات الاقتصادية التي قد يكون لها أثر مباشر على الأسعار الاسترشادية. طيب التاجر من الناحية التانية بيقول لك أنت دايما يعني كلكم متهميني بالجشع، بينما أنا عندي يعني قلة من المعروض، وبالتالي هنا بيرتفع السعر، هل هذا حقيقي؟
الحقيقه زي ما قلت، لو انا بتحدث عن السله السلعيه الاستراتيجيه ليس هناك قله او ندره في المعروض. يعني الرز مثلا حضرتك انت عندك ما يقرب من فائض سيربلس 400,000 طن، الاستهلاك المصريين 3.6 مليون طن، وانت بتنتجي ما يقرب من 4 مليون طن، فهناك فائض، فليس هناك مدعاه لحبس هذه السلعه تحت مسمى ان هناك ندره، مش كده؟ انما هؤلاء تجار يتلاعبوا باقوات الشعب لتحقيق مكاسب كبيره، فبالتالي لازم يكون هناك رادع، وبالتالي الرادع هناك اجراءات قانونيه بتتخذها الدوله في هذا الشان. فانا اما لو هناك سلعه والسلعه دي مستورده وفيها ندره فيكون بقى لكل مقام مقال، يعني زي ما بنقول. انما ما اقدرش ان انا اعمم على كل السلع يا استاذه لميس، زي ما قلت كل سلعه وليها خصائصها وليها التكلفه الخاصه بها ولها مدخلاتها، سواء مدخلات من العمله المحليه او مدخلات من العمله الاجنبيه. طيب كلمني عن الرز، وضع، لان رئيس الوزراء اتكلم النهارده عن الرز وقال لك دي هذه سلعه محليه، وبعدين وزاره التموين مدت المهله مره ثالثه او ثانيه لتوريد الرز، هي فين المشكله؟ احنا واقفين فين بالظبط؟ شوفي حضرتك، كان في هناك ضوابط فيما يتعلق بالتوريد، ان المزارع بيورد طن على كل فدان، يعني تقريبا 25% من إنتاجية الفدان لمضارب وزارة التموين والتجارة الداخلية، وكان هناك تضييق على تداول سلعة الأرز، ولازم يكون هناك موافقة من مديرية التموين عند انتقال السلعة من محافظة إلى أخرى. يعني الحقيقة تم التغاضي عن هذا الأمر وتتحرك السلعة بأريحية، ولكن شريطة أن يكون هناك توريد للنسبة 25%. أنا عايز أقول لحضرتك يعني النهاردة هتلاقي غير التجار هناك كثير من الشرائح الأخرى بدأت تتاجر بالأرز، يعني هناك مش عايز ده الناس لما يعني بتهادي بعض تهادي بعض شكارة رز دلوقتي. النهاردة لا، أنا مش عايز أذكر مهن بعينها ان هي بدات ان هي تخزن الارز لان شايفه فيها مكاسب الحقيقه. طب عملتوا ايه بقى في القصه دي؟ يعني يعني ازاي يعني برضو ما هو صدرت قرارات كثيره وصدرت برضو التلويح بعقوبات قد تصل الى حد غرامات كبرى، ومع ذلك حتى 2 مليون جنيه وحبس لمده سنتين لمن يقوم بحبس هذه السلعه وعدم الافصاح والاعلان عنها. تمام، هل ده زود توريد الرز؟ مش هقول زود التوريد بتاع الأرز، انت عارفة دايما انا دايما بقول انك انت تتركي السوق لأدوات العرض والطلب، ولكن انت عارفة في بعض الناس بتكون يعني لديها عند كبير في ضوء قرارات بيتم التلويح بها. ولكن اللي عايز اقوله لحضرتك وده شيء مهم جدا، انك انت ممكن تستخدمي أدوات وآليات أخرى، يعني مش هتحدث بشأنها دلوقتي، تقدر تستورد يعني، بس طبعا مش وقت استيراد الحقيقة، طبعا لا مش وقت استيراد ابدا. على فكرة دي اداة تم تفعيلها في وقت من الاوقات لما كان هناك فائض دولاري، فانت قدرت انك تزودي المعروض من خلال استيراد هذه السلعة، وبالتالي انخفضت الاسعار من قبل المنتج المحل. انما هذا يعني امر يعني غير وارد في ظل هذه الظروف الاقتصاديه، انما زي ما ذكرت انك انت ممكن تستخدمي البورصه المصريه للسلع كاداه واليه في العرض والطلب فيما يتعلق بسلعه الارز، هذه واحده، مع عدم الاخلال بالضوابط اللي تم الاعلان عنها وتم تمديد المهله حتى مارس ما قبل رمضان، ان بنقول لو سمحتم يا مزارعي الارز وردوا هذه النسبه التي تم اقرارها في السابق. أنا تصوري حضرتك إن مع هذه الإجراءات التشددية فيما يتعلق بتخزين الأرز، زي ما قلت لحضرتك لأن في ناس ما هماش تجار بدأوا كمان يخزنوا الأرز، فما يكون هناك عبرة لأحد على إن هو يعني يكون عرضة لهذه القرارات الجنائية، أنا أتصور إن هناك الكثير من سيعتبر يعني ويقوم بتوريد النسبة المشار إليها في السابق. طيب السكر، وده آخر حاجة أسأل حضرتك عليها، السكر أخباره إيه؟ برضو ده أسعاره غالية قوي. إحنا عندنا يعني خليني أقول إحنا يعني تقريبا عندنا سيلف سفيشنسي أو اكتفاء ذاتي من سلعة السكر، يعني بوجود مصنع غرب المنيا في المنظومة، فتقريبا وصلت إلى
درجة التعادل سواء في الإنتاج أو في الاستهلاك. إنما أنا عايز أقول لحضرتك أنا من المناصرين والمؤيدين على أنك أنت تتركي أدوات السوق عرض وطلب، يعني دون الإخلال بهذه الأدوات، إلا في الحالات التي تتعلق بحبس البضاعة، يعني ما يكون هناك إخفاء حبس البضاعة. أنا متفقة معاك تماما يا دكتور. لا لا، لازم تتدخلي بيد من طبعا حديد، طبعا إنما طبعا otherwise أنا أتصور يعني أنه أي إجراء آخر بيؤدي في النهاية للأسف بيؤدي لتعثر السوق وبيؤدي إلى تغير آليات السوق. في يا استاذه لميس، النهارده يعني كثير من الماركت امبرفكشنز على مستوى الاسواق العالميه، والنهارده شاهدنا طبعا كمان اسعار الطاقه اصبح في الـ اقول الفيوتشر ماركتس النهارده بتشوفي تغيرات سعريه والبورصات الاجله وخلافه، فده هيكون له تداعياته على اسعار السلع. انما ما اقوله على منصه حضرتك ان كل سلعة ولها خصائصها ولها توقيتاتها، ولا يجب التعاطي معها بنفس الأسلوب وبنفس المنهجية، وأن يترك الأمر للعرض والطلب، وعند حبس البضاعة يتم استخدام الأدوات القانونية في هذا الشأن. عندك الآليات بتاعة أنك تنزل كل بقال، كل سوبر ماركت، كل استحالة في استحالة بالظبط يا أستاذة لميس. إحنا لو أنا مش عايز أقول رقم المتاجر الموجودة في جمهورية مصر العربية وعدد مفتشي التموين وعدد مباحث التموين، ما ينفعش ويستحيل ان حضرتك تضعي مفتش تموين او مباحث التموين على كل متجر وعلى كل سلسلة تجارية وعلى كل منفذ، لا. ولكن هناك عقوبات، وانا اتصور ان كثير من الناس بيكون العقوبة لها رادع، ان هي تبدأ في التوافق مع اشتراطات السوق وآليات الدولة في التعاطي مع السوق. شكرا دكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، على كل هذه التفاصيل. يعني الدولة بتحاول قدر المستطاع باستخدام أدواتها، ما نقدرش نتدخل في السوق أكتر من حد معين زي ما قال دكتور عشماوي. هو الدولة بتتدخل بالذات في السلع الرئيسية الاستراتيجية، لكن لا يمكن تشويه السوق بأنك تخش تحط سعر استرشادي لكل سلعة، ده مستحيل، ما بيحصلش في العالم. هنا بقى يعني ألجأ لضمائر التجار، ألجأ لضمائر التجار، يعني أرجوك هذا ليس وقت المكسب، ده وقت نراعي بعض، أنت كمان مواطن، فبالتالي ده وقت نراعي بعض. الدولة فعلا بتحاول قدر المستطاع، والمواطن يعني كلنا محتاجين نساند بعض. طب ما التاجر ده مواطن، يعني يراعي نفسه، لأن هو لما بيراعي يعني بيراعي الأسر اللي حواليه كمان. ايه المكسب اللي هو هياخده، المكسب الطفيف اللي هو هياخده، اللي يعني في وقت الحروب ووقت الازمات الحقيقه ده مكسب غير مشروع.